يعتبر عيد خميس الجسد الإلهي في زحل عيداً مميزاً، ولهذا هالفرادة الروحية أعجوبة تتناقلها الأجيال. لقد بدأت زحل تحتفل بعيد خميس الجسد العام 1825 حين أمر مطران المدينة أنذاك المثلث الرحمات إغناطيوس عجوري إثر مرض الطاعون الذي تفشى في المدينة وفتك ببعض أبنائها بإقامة زياح كبير للقربان المقدس في شوارعها ورفع الصلاة والبخور، وسرعان ما انحصر المرض وعاد الناس يعيشون بفرح وأمان. إثر ذلك أعلن المطران عجوري أنذاك أن يوم خميس الجسد سيكون يوم عيد سنوي خاص لزحلي يتم فيه التطواف بالقربان المقدس في الشوارع وبين البيوت باحتفال كبير، وصارت زحلي تسمى مدينة القربان كما سميت بعد ذلك العام 1860 مدينة العذراء. منذ ذاك الحين تحتفل المدينة والقرى المجاورة بعيد أعياد زحلي بمواكب تضم المئات ويتقدمها أساقفة كهنة ووجوه سياسية اقتصادية واجتماعية، تنطلق المواكب سيراً على الأقدام. إذا كانت زحل صارت في العام 1825 خلف القربان المقدس في شوارعها لتدرؤ عنها مرض الطاعون الذي كان يفتك بأبنائها ونالت أعجوبة الشفاء، فإنها هذه السنة ستعيد العيد بظروف مختلفة عن الأعوام السابقة، ظروف مغايرة فرضتها جائحة كورونا المستجدة. الزحليون الذين لن يقيموا الصمادات أثناء زياح الجسد بسبب كورونا هذا العام سيعتبرون أن خميس الجسد لعام 2020 هو عيد مخصص للصلاة والابتهال ليشفي الرب النفوس والأجساد من الأوبئة والخلافات التي تفتك بالبلد الصغير لبنان وبأبنائه، وأن يقوده إلى بر الأمان والسلام.